منظمة الشباب والطلبة بحزب الإصلاح الموريتاني تنظم بنواكشوط مؤتمرها التأسيسي الأول وسط مشاركة عدد من مناضلي وقادة الحزب تحت شعار إصلاح الشباب ضمان للمستقبل، شعار تقول المنظمة الشبابية للحزب إنها رادت من خلال إبراز أهمية ودور إشراك الشباب في مجال الدفع بعجلة التنمية. واعتبر بعض المشاركين أن الشباب الموريتاني يواجه العديد من التحديات تجعله عرضة للوقوع في مختلف أشكال الجريمة والإرهاب نتيجة غياب ما وصفوها باستراتيجية وطنية واضحة المعالم قادرة على تذليل التحديات التي تواجهه. سادة الحضور الكرام، إننا نقتنع جادين بأن مستقبل البلاد مرهون بالدور الفعال والمتميز للشباب، والذي لن يتحقق إلا بإصلاحه وتأمينه من أسباب الانحراف وتمكينه من آليات. المؤتمر التأسيسي شكل مناسبة استعرض فيها المتدخلون الأدوار الطلائعية وكذا المصاعب التي تواجه الشباب في موريتانيا على مختلف الأصعدة، كما أصدر المؤتمرون وثيقة تضمنت رؤية المنظمة الشبابية للأوضاع في البلاد ونظام الجمهورية ومؤسسات الدولة وتعزيز دولة القانون والفصل بين السلطات. ثانيا، العمل على توطيد الوحدة الوطنية والتآخي بين مكونات الشعب الموريتاني المتحد في الدين والهوية والماضي المشترك والحاضر المعيشي والمستقبل المنشود من أجل. وتضمنت الوثيقة تشخيصا لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واقترحت حلولا لتحديات الماثلة أمام الشباب.